أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. يأتي ذلك في وقت تبذل فيه القاهرة جهودا ملموسة دفاعا عن القضية الفلسطينية. ضغط دولي غير مسبوق وتطورات لا تنتهي والهدف واحد وهو ايقاف قوات الاحتلال الاسرائيلي عن عدوانها الغاشم على قطاع غزه وانهاء جرائمها التي فاقت الحدود ففي تطور جديد وهام بساحه القضيه الابرز في العالم اعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش ان بلاده ستنضم الى جنوب افريقيا في دعواها ضد اسرائيل امام محكمه العدل الدوليه وكانت جنوب افريقيا قد رفعت دعوى امام محكمه العدل الدوليه في ديسمبر الماضي تتهم فيها اسرائيل بارتكاب اباده جماعيه والتسبب في اضرار عقليه وجسديه خطيره واحداث مجاعات على نطاق واسع في غزه خطوة تشيلي لم تكن الاولى بل سبقتها عدة دول في ذلك والتي كان من ابرزها مصر التي تحركت انطلاقا من اهميتها وثقلها السياسي لتعلن في مايو الماضي اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب افريقيا بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة القاهرة اكدت ان خطوتها تلك جاءت في ظل تفاقم حده الاعتداءات الاسرائيليه ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزه والامعان في اقتراف ممارسات ممنهجه ضد ابناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير للبنيه التحتيه في القطاع ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج ارضهم مما ادى الى ازمه انسانيه غير مسبوقه ادت الى خلق ظروف غير قابله للحياة في قطاع غزة هي إذن تحركات كبيرة وجهود دولية لا تنتهي لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة العدوان الغاشم ولوضع حد لمأساة إنسانية فقد بشاعتها ما يمكن وصفه بالكلمات